المرة الرابعة احنا مش عارفين بقى اعداد كتيرة ومش عارفين ده عدا مين وده مين اللي عدا. اللي هو بيبقى صعب التتبع. صعب التتبع بالظبط. خلينا نسمع وجهة نظر ومشاركة مهمة جدا من الدكتور الإعلامي الكبير الدكتور جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام. دكتور جمال مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير دكتور هشام. أهلا أهلا شاعرنا الكبير والأستاذ جمال الشاعر، أهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور جمال، اولا سعداء بمشاركه حضرتك معانا على شاشه قناه الاهلي ومن خلال برنامج الاهلي يحاور. كنا في نقطه مهمه جدا من الحوار حابين نسمع راي حضرتك فيها. دكتور هشام بيقول انه التدرج والمنطقيه اللي الدوله بتشتغل بيها وبتتعامل بيها مع ملف مواجهه انتشار فيروس كورونا امر يستحق الاشاده، وانه يستحق منا الجديه الشديده والتعاون الكامل مع اجهزه الدوله ومع المسؤولين لتحقيق الاهداف المرجوه من خطه العمل اللي الدوله بتتعامل بيها مع الخطر ده في المرحلة دي. الحمد لله احنا عندنا يعني حكومة على قدر كبير جدا من الكفاءة والمسؤولية والقرارات مناسبة جدا، واعتقد انه الاجراءات الوقائية جابت نتيجة واخرت من تفاقم الأزمة او انتشار الوباء، وانه ما يطمئن عدة امور. واحد، انه الاحتياط اللي موجود من التموين والسلع في مصر بيكفي 6 شهور وثمان شهور وما هو اكثر. الاحتياط الموجود من العملة الصعبة احتياط النقدي بيكفي سنة. فمصر موقفها الحمد لله قوي من هذه الناحية. من الناحية التنظيمية اعتقد انه حالة الاستنفار اللي موجودة في كل مؤسسات الدولة واصلة لكل المواطنين، ودي فرصة ان انا احيي الاطباء المصريين والممرضين والممرضات على الاداء الرائع، لانهم فعلا على خط المواجهة مع هذا الوباء بمنتهى القوة والبسالة، ومنهم ناس بيدفعوا الثمن غاليا وبعض الشخصيات الكبيرة حتى في المجتمع المصري. طيب دكتور جمال، حضرتك شايف كيف يؤدي الإعلام دوره في هذا التوقيت يعني الجاهزية القصوى أو بالإجادة القصوى وبالشكل الأمثل لتحقيق الاستجابة المطلوبة من المجتمع ورد الفعل المطلوب من المجتمع المصري يعني بكل أطيافه لما تم توجيهه أو اتخاذه من قرارات توجيهات السيد رئيس الجمهورية القيادة السياسية والقرارات الرسمية المعلنة عن طريق الدكتور مصطفى مجلس وكل الأجهزة التنفيذية التابعة والقائمة على يعني إنفاذ هذه التوجيهات وهذه الخطط المهمة في هذه المرحلة لمواجهة هذا الخطر؟ إيه المطلوب من الإعلام المصري في المرحلة دي؟ بحري أولا أحيي قناة الأهلي لأنها يعني بتقوم الآن بدورها الوطني ومبادرة من أجل التوعية. النشاط صحيح النوعي والرياضي والكروي دي مسألة مهمة، لكن عند الأزمات كل الوسائط والوسائل والقنوات والإذاعات يجب أن تتوجه لدعم الدولة المصرية ودعم المواطن المصري ومساعدة الناس على إدارة شؤون الحياة في هذه اللحظة الصعبة. يعني احنا عندنا حظر للتجول في ساعات معينة، عندنا تنظيم لحياتنا، فكر ازاي السلع الغذائية هتكون متوفرة، ازاي المواطنين يتعاملوا مع منافذ التوزيع والبيع والتجمعات والمولات الكبيرة. محتاج ان احنا نعمل برامج جيدة ومفيدة للمواطنين لكي يكون وجودهم في البيت. يعني في ناس بتتندر تقول لك الإقامة الجبرية للأزواج في البيت، وبيطالبوا الزوجات انهم يعاملوهم معاملة المعاملة الطيبة طبقا لاتفاقية الأسرة بتاع جنيف، حاجات من هذا النوع. يعني على أي حال اعتقد انها فرصة لترميم الأسرة المصرية مرة اخرى، وانه الأب مع اولاده مع زوجته يعيدوا ترتيب امورهم الحياتية، والإعلام له دور في ذلك، دور قوي جدا من اول التوعية الصحية. واعتقد دكتور هشام طبعا استفيد في هذه المسألة، ان الوقاية خير من العلاج، والجسم القوي السليم اللي فيه مناعة قوية بتأتي هذه المناعة من التنوع، انه بياكل اكل صحي جدا وما بيروحش للجانك فود
الاكل اللي هو يقول لك يعني ايه الرمرمه اللي بيحصل ده خطر. فمن عاداتنا من اول الاكل لغايه شوف استاذ محمد انا هقول لك على حاجه وارجو ان انت تتبناها. اتفضل يا استاذ. انه القناه الان عندنا برامج رياضيه خفيفه لتمرينات خفيفه في البيوت. الناس دلوقتي موجوده في البيت لمده اسبوعين ويمكن اسبوعين تانيين ولسه مش عارفين الامور ايه. فانت محتاج تقول للناس ازاي يعمل رياضه خفيفه، يعمل رياضه سويدي كده، يتحرك ازاي، يحرك الدوره الدمويه ازاي، يعمل ايه. فمن ناحيه الرياضه، من ناحيه الاكل، من ناحيه ثالثه بقى تنظيم الوقت. وانا اعتقد ان الحياه سوف تتغير بعد ازمه الكورونا، يعني العالم بعد الكورونا لن يكون هو العالم قبل الكورونا ابدا. هنكون اتعلمنا دروس كتيره قوي يا دكتور جمال، هنكون اتعلمنا دروس كتير جدا. الايه؟ هنكون اتعلمنا دروس كتير جدا مهمه في المحاولة. اتعلمنا دروس. وهقول لك اخر حاجه هنا في النقطه دي انه اسلوب الحياه هيتغير. والمقاله اللي انا كاتبها الحقيقه يوم الجمعه كانت عنوانها سوف نذهب الى العمل بالبيجاما. يعني ايه؟ ان انت في بيتك بقى في مكتب وفي شغل اونلاين، كل البنوك والشركات العالميه والأنظمة العالمية هيحصل تغيير جبار جدا، وفي وظائف جديدة هتظهر أونلاين، ومكاسب يقدر الإنسان يدير أعماله من منازلهم زي ما كان بيحصل زمان. ودي فرصة إن احنا نتعلم مهارات جديدة ونؤهل المجتمع إعلاميا إنه إزاي احنا داخلين على العصر الرقمي بقوة. فيقول لك ترقمنوا أو تأخروا، يعني من لم يترقمن يتأخر يتقهقر. فداخلين في العصر الرقمي بقوة. ما أتمناه في الفترة الحالية أن الناس فعلا يكون عندها وعي والتزام بتعليمات الحكومة، والإعلام سيساهم في ذلك بقوة سواء ماسبيو أو القنوات الخاصة، وفي نفس الوقت متابعة الحالات وحصارها أنها يا رب لا تتجاوز المئات. إن شاء الله إن شاء الله تظل الأمور تحت السيطرة ونتجاوز المرحلة دي ونعدي منها على خير بإذن الله. وطبعا سعداء جدا بمشاركة حضرتك معنا الإعلامي الكبير الدكتور جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذا الحوار دكتور.